قال كم بحي قال كان قولي حقي يا محمد او اسك بالله هيه او شيء مشك سمع قال قال الله لك ايوه قلت سوالي سوالي مركا ما دعين ما إني كاشكيان قلت التياني قال علياس هذي أقول أهل شقي نيسي اللغتو الأغاني حتى هذي إيه شكيان مئي بدلي كلام ميكا اللغت يقال مالي مهيم بقى ما حاحيقي مركا ما حاحيقي جب هدي سيديك وصوى عام بحضي سيديك وقولي استين كهذا يسيلو دي ديلاي بحيلة مصلحة عرمنا وإلى ما تقال جمعين دو قرومة أكسو غيب كشان هاي وحقو وكيل عبد الله عيسى بالليلة عبد الله عيسى محمود سوى نفسه والله يقول ما لحق عاي ايه انا هني قال لك جلابيبه وقل لي ايه انا وفديك غيب قال لكن تلياني ودي المقطع عند بحيث ملوي أيه. سومالي انا حكومه وفدي نقو كريم وحق قضيتك قال لك كريم مجرو ايه يبقى تقول ما هي هذا المقطع الا اسمك مقع الصومالي صومالي بوها صومالي واحد جلابيب اسلانتي سوكشت علي عيسى باسبورك علي علي عيسى ما قال لك دي علي عيسى الله لا تسال علي عيسى مكا باسبورك اوغليسيا بركي دمك بعد اوغليسيا الو قلي باسبورك اسلانتي الوقت اي ايطاليا كنت جلابيكو اسكتول ولا بست نلعب ها يروى مودي اي مول سوقات صبحي افر ساعه جبه مركي اللي قلاي صفكو قلنا سومالي أسنت إذا الله سومالي ما مقنته يوري برسنت كل شيء سومالي وقولي المقطع أدي قال تليان وحنين وما كان أنا يجيب عيد القرومات تليان قميسي ويوي قميسي ويوري كسبا قبل إيش أنا وائم ساكو إبي يا حلي يا مركا عبد الله يبو صباحي ها قديدة لك هدا قميسي ما يغسل وجوه حجابتي وسكبحي سومالي وسكبحي عادي ولا بس شغل يورب من عدوى عرب قال ما كتقال هيا بس بحولي سومالي برسد قميسي مغسل طبصنا وجوه قديدة لك هدا انت قميسي هاستو مغسلنا وجوه طبصنا طبكر انا وحي برا انت ديدة انت اسوائي هيا انا ولا اسكي جوه انا مكتب اه صباح لي بابورك انا قوتي انا بابورك وصوه قال هيا نيك او نقل انت او مغلل المكتب سومالي وانت مكتب لي ركيت هذه هذه هنا البركة كذا هنا تيار أنت وحي ما يش تمسع تمسع كل الورد بوقتها عبد الله عيسى قاري يا بسوق هذا فرس كذا مرك آه فرس كذا ما يقاري إلا ما قاري لك يا قاري لك ها قاري أولي لا لاند روبر لاند روبر دريت قال كعيل يجي له هاي هذه قاضي مرك ها سمح وحي ما ذا مرك سوق هذا كم عندي يا بركة تين هاي نك يا هذه هنا ولي ديالي سوا ما قلت هنا يا ايه عبد الله عيسى حيل انت كبير مش هذا دوم ايه ما قلت ابو يوري محمد ليك بارك حل هذا المكان سيادك حريري انا عبد الله عيسى تلفون هذا الميسن جيرني معك حريري سيادك وحاك حريري وحاجري بالي ارتي تليجرام او تلالي سوبياجي ايه عبد الرزاق ملحك اهي عبد الرزاق حاج حسين ايه ملحك اهي تا 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 لودي وا ارورت تليجرام سو ايه سومال لو هلينو سربابا لو هلا لودي وا سو ارورت عيلكي ما تكتبين وعبتو دهين اي او لجهد مركه وانا جحنا له اه اقول ايش اي راجي حاجي او سومالي قال قلت لي اني وا في سيره اسو كسا وان قلت مركه سربابا كذكر لودي وا ارورتي عيلكي وا تكتب عيلكي وا تكتب بين وعبت بين وعد حكزه دري معناها وجيت كل لها ولا قاري ولا قال اي بس وحي المركا لودي واسو بخيسا تم ساعه ويسو قلي لودي تم ساعه ويسو قلي تم ساعه انا بورك اجي وان قلت باسو قالي قال كاي غدي اي غدي بو ليس محمد كل ور بحنت الوالد نيك على غادي وان قلت بلا كل شيء قال وقت سو ما لا كل شيء صح سو ناس نيك وا غادي وان قلت ميلا جيس منا قاري نيكو اشيرين نوكيري
ninka waa shiiri leh okay waxaan ninkaas gudoomiye way aye madaxweynaha aa u wadna waan gar ninka haddii la shiin ha Soomaali ya ha baba joogeysi aye ee shiiri weyna qabayna roob ku qabayna asaga iyo adiga kulli ya aye amaan waan ila sheeg amigiina waa loora ya si wanaag noqon yiri dagaalka leh aniga istaag walaabax walaabax ha u taag markii la dilay way iyo dhagax maxamed Soomaali ha u taag iyo dilay hawtaaga hawtaaga waxa dilay Soomaalidi sanadkii la dilay ma sheegay waxa la jiray sanadkii la dilay markaa 43 yeey xilligaas markaa idiguna hawshiid aad u deen haa ii xeed hooyalka madax u eeg haye haa oo leegal waan dirtay markaa dadka dilay ayay Soomaali kale bay ahaayeen Soomaali kale oo gaatay aniga raxsan aad jiray baro Italy leey Soomaali laba oo kale jibtay baro Italia iyo anti Italia ay ma haysaa Italia oo gol Soomaali wax buu xisaabin waan gartay in dad wadani Soomaali way kadib maxaa dhacay maxaa xigay adigoo soo koobay Cabdullaahi Ciise sidee talaani maxay talaabo ay qaaday kadib sidee lagu helay dowladnimada Soomaaliyeed iyo dowladihii iyo halgankii waan baxnay waan baxnay waqti tawaqof oo aniga ku jiro waan baxnay Italia tagnay madaxweynaha la fadhiisanay waxaan ila heshiisay raba dagaalka naga joojiya waan dagaal naga joojiya ee wadankii inta idinka ugu shiinaan joogayna waan garta adiga roob ma tagay xilligaas aniga Cabdullaahi Ciise waqti ahaa wali walaani maal ma ku heleyani waan garta darawalna waa ahaa madaxna waa ahaa ilaa madaxweynaha laga qaaday magtaas si wanaagsan miniga way election male si wanaagsan saasa lagu wataa bas waxa ogolaanay markaa hal su'aal hadii aan la xigto intaas xilligaas aad sheegtay mar baad soo raqatay madaxweyne ku xigeen ama madaxweyne ku meel gaar aan ilaahay mar baad taladii dalka qayb ka mid ah soo qabatay haddana markii halganka uu jiray rag dhalinyaro ah ayaa hawshii qabtay oo aad sheegtay Cabdullaahi Ciise xataa adiga aad u fududeysay marna miyuu xilligaas ku gelin damac ah inaad adiga halgankaasi horseed u noqoto ama aad adiga noqoto qofka ugu sareeya marna miyuu ku gelin damac inaad xilka ugu sareeya adiga qabatay ومعناها وأوغا موكت علي لكن ماشي قبيلة جل دبال مي يعني حلي قاس مكتب أبوت قبيلة حتى علي هدي لا دورت مال مي إيقالا أبوت قبيلة جري نبضونا جري وحاجة أني قبيلة هي وإيرا ما قلتي وين قبيلة حلي قاس إلا إيه مكتب مكتب سمال واحدة باتتكو هاي واحدة كرتا وقبيلة دي قبيلة دي وجري جري فالآني هدو عليني وحارت والمصيرة لكن من الحكومة يسنو هيه هيه وحارت علينا وانا سوى القنت وكو عند غاسلنا يا لا انت اني وحبا قبت سوى ملايين وكو عند غاسلنا لكن حكم يا محلو بايا قبيل بكأنه وضع في سي ماذا انا وحاري صومالي ومؤونك هاي هو قبيل قبلها قبلها كدبي يعني من ما كدبي وين انا ها انا ودك ايه اسوها القنت وحش روضا كبرو وإلي قلت ها sama sasa loo baahayno baahay ani meesha oo ku dhigaayo ya hatta hadii sidii yar to kale hadii wax yar oo qalad aan sameeyo waa xajila ha sidii kid ma hayo markii heshiiska laga shantay aniga maxaa xigay talyaani ayaa soo degay aye sadex shantay soo degay baanga shan sano markuu hay ingiriis ah soo maseer aye talyaani wuxuu yahay Soomaali waa xog yaaro wala sigaraa xamar isku dirina tiraniga ingiriiska haye founder wala guubay founder afurto bush ku tiil ya afurto qol wala guubay haye abd al-aziz wala guubay afar ilaa toban saac markii dagaalka jiray haye ana u tagay ingiriiska waa ka saa talyaani waa ka saa haye waxaan maxaa ku dagaalaysaa ee talyaani maasha awoon joogtaa oo ingiriiska my force my force by force hey, doctor by force yes, I use my force order aye we are waxa sidii government all the government english eh inter hawaii british ya waxa kaliya saddex magac oo leeyahay ingiriiska waxa leeyahay british waxa leeyahay england waxa leeyahay ingiriis saddex magac oo leeyahay baan gartay talyaani talyaani leeyahay sideed markii maxay ku heshiinayay markaa bolonia u dhig aye bolonia u dhig waxa team ka keeso adna team ka keeso xamar boo talyaani ingiriiska wuxuu leeyahay ilaa shabeel hoos ah waxa talyaani meesha hore waa waxa ay ninkii ku raayo shabeel hoos ah siyaasi ninkii labaad galay wuxuu yahay siyaasi ingiriiska labaad galay
أنا أقول لك 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 أنا